السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى الآثار. لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، أوقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. اللهم اجعل عملنا كله صوابا صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. كل عام أنتم بخير، تقبل الله طاعتكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كل عام أنتم وأولادكم وأحبابكم بألف ألف خير. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واختم لنا بخاتمة الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. من أكرم مني الليلة ضيوفا ومعي حبيبين من الأحبة في هذه الفقرة المباركة. اسمحوا لي أن أرحب بأخي الحبيب، أخي الشيخ الدكتور محمود عزت حفظه الله تعالى. مرحبا يا شيخ محمود. الله يكرمك يا شيخ. كيف الحال يا حبيبي؟ الحمد لله، أهلا وسهلا، جزاكم الله خير. ربنا يرضى عنك. بارك الله فيك. نورت يا حبيبي. الله يكرمك. الله يحفظك سيدنا. الله يكرمك. كل عام وأنت بخير، أنت وأحبابك. ربنا يرضى عنك سيدنا وأنتم بخير. ربنا يرضى عنك. آمين. واسمحوا لي أن أرحب بصفيي وحبيبي، الرجل الذي أحبه وأحب أن أسمعه وهو يقرأ كتاب الله تعالى، أخوي الحبيب الشيخ سامح صالح حفظه الله تعالى. مرحبا يا الله شيخنا. مرحبا بك. ربنا يرضى الله وعزك. اللهم آمين. ويحبك. آمين. يبارك فيك وفي أحبابك. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. كنا قد تواصينا في حلقة قبل هذه، تحدثنا فيها عن التواصي بتقوى الله من أجل الوصول إلى القبول، وتكلمنا في قضية مهمة المفروض أن القضية دي تشغل بالي وبال حضرتكم. أحببنا أن نلفت الانتباه إلى هذه القضية المهمة جدا بعد أن خرجنا من شهر رمضان، وإحنا دلوقتي في أيام فرح وسرور. القضية دي أن رمضان مدرسة، والله تعالى قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي سورة المائدة قال الله: إنما يتقبل الله من المتقين. لكي يتقبلنا الله تعالى ينبغي أن نتقي الله جل جلاله. وأولى الأوقات بتقوى الله الأوقات اللي احنا خارجين منها بعد شهر رمضان، موسم الطاعات، حتى نصل إلى القبول. طيب كيف نتقي الله عز وجل؟ فتذاكرنا سويا أنا وأخوي الدكتور محمود في الحلقة اللي فاتت الوصية التي ذكرها الله عز وجل في خواتيم سورة الأنعام، 10 وصايا. من أول قول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. وخير ما نستهل به هذا اللقاء المبارك هو أن نسمع هذه الآيات من أخي الحبيب الشيخ سامح. تفضل يا حبيب الغالي. أكرمك يا شيخنا. سمعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. واحدة واحدة علينا يا عم. حاضر. احنا في عيد
وانت دلوقتي بتعيد علينا بكلام الله عز وجل، انت يعني بتسمعنا كلام ربنا واحنا بنعتبر ان دي العيدية بتاعت الليلة دي منك، فواحدة واحدة سمعنا بالراحة علينا، عايزين نحس بقلوبنا الآيات دي، فلا تبخل علينا بارك الله فيك. والله الواحد يشعر بهيبة بس لحضرتك. لا العفو، جزاك الله خير، ربنا يكرمنا ويرزقنا الثبات يا رب. آمين. اللهم آمين. ربنا يرضى عنك. حاضر حاضر يا سيدي، ويتقبل منك صالح الأعمال. تفضل حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وبعهد الله أوفوا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون جزاك الله خير الله يكرمك كرمك الله وإياك جزانا وإياك الله يحفظك الله يكرمك صوت جميل وقراءة طيبة جدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله الحمد لله وأنا أحب سماع القرآن وممكن أنتوا تستغربوا يا أحباب لما قلت دي عيدية الشيخ سامح لينا كرمك الله دي عيدية لي أنا أن أنا يعني أتشرف باللقاء مع حضرتك مرة واثنين جزاك الله خير ربنا يبارك في عمرك كرمك الله نفع الله بك اللهم آمين سماع القرآن فيه السرور للقلب فالقلب يفرح وينتعش حين يسمع كلام الله جل جلاله والقلب يرق ويصفو حين يتأمل ويتدبر كلام الله عز وجل فاسمحوا لي أن نبدأ مطلع الكلام مع الأخ الحبيب الشيخ محمود عزت باركه الله تعالى وندخل في عمق الوصية كنا قد تناولنا هذه الوصايا في لقاء قبل هذا وبدأنا نتكلم من أول قوله تعالى قل تعالوا ووصلنا إلى خمس وصايا وصلنا إلى قول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن العناية بأموال اليتامى لهذه الدرجة يدقق الله عز وجل في تفاصيل هذه المسؤولية
فينادي على أولياء الأمور ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. بين لنا بارك الله تعالى فيك. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق ويهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. ثم أما بعد، قال الله تبارك وتعالى كما حضرتك تفضلت شيخنا وكما تلا علينا الشيخ سامح جزاه الله خيرا، جزاه الله إياك، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. نعم. قبل أن أدلف إلى مسألة اليتيم وحياطة الإسلام لأمر اليتيم والعناية بشأنه وهذه الأمور، نأخذ معنى ذكره أهل التفسير في هذه الآية. تفضل. أورد ابن كثير في تفسيره أنه لما نزلت هذه الآية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، نعم، قام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده يتيما فعزل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه، وصار يضع له حاجته وحده فيأكل ويشرب حتى إذا تبقى منه شيئا عزله حتى فسد، فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرفعوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. الملمح الذي أريد أن أسوقه بداية هو سرعة استجابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمر على ظاهره. جميل. عندما ينزل أمر الله تبارك وتعالى لا يناقشون ولا يجادلون، بل يسارع رضي الله عنهم هذا الجيل الذي لم ولن يتكرر. نعم. فقاموا من فورهم، مع أن الأمر في الآية لو توقفنا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لكن الواحد منهم لا يعلم كيف هو الذي أحسن، فأراد أن يتقي ويتورع. ورعهم رضي الله عنهم، وذلك أحرى أن نتبعهم، لأن للأسف الشديد الكثير من المسلمين في هذه الأيام إذا بلغه أمر عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يحاول أن يجد له مسربا ومخرجا. نعم. طب يعني هي مش سنة، هو مش في قول تاني، أيوة، هو مش حصل، هو مش وصل. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا كذلك. لما نزل قول الله تبارك وتعالى عندما شرع الله النهي عن الخمر وتحريمه، قال سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تتقون لعلكم تفلحون. إنما ذلكم الشيطان يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا. وقام كل واحد منهم إلى بيته وأهرقوا جرار الخمر حتى صارت المدينة كأن السماء أمطرت خمرا. سرعة عجيبة لم تكن إلا مجرد نزول الوحي عليهم ونزول الأمر عليهم يأتمروا. نعم. قلب مفتوح، نعم، ومحبة صادقة وتعلق بالسماء، يستشرف أوامر حبيبه فإذا نزل الأمر فلا إلا تنفيذه. جميلة أو كلمة وتعلق بالسماء، يعني إذا استحضر أحدنا أنه متعلق بالله عز وجل، نعم، الذي يأمره، وهذا القلب معلق في علو، معلق أعلى ما يكون، فهو ليس سفلي وإنما هو قلب علوي، قلب سماوي، قلب روحاني، قلب ملائكي، فيتصرف كتصرف السماويين، تصرف الملائكة، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. فإذا كنت سماويا أو ملائكيا صافيا روحانيا فلا تعصي الله ما أمرك وأتمر بأمره. تفضل. فأما قضية اليتيم وحياطة الإسلام لأمر اليتامى،
فالإسلام بفضل الله تبارك وتعالى لما قبله الله تبارك وتعالى لخلقه لم يترك شاردة ولا واردة إلا أحكمها سبحانه وتقدس. اسمح لي بس قبل ما ندخل في ولا تقربوا مال اليتيم بعد هذه التقدمة، نعم، إني أربط بين الفقرة اللي احنا بنقدمها في أيام العيد وهي فرحة العيد. نعم. هل في الاستجابة لأمر الله في اللمحة اللي حضرتك ذكرتنا بها من سرعة استجابة الصحابة لأوامر الله تعالى، سرعة التنفيذ من غير ما يقول إزاي وإمتى، يعني حرمي كل الخمر ده، يعني أن ننتهي مرة واحدة عن شرب الخمر، ماذا نفعل؟ هو عندهم عزيمة وصدق في تنفيذ أمر الله تعالى، الكلام ده بيعمل فرحة في القلب ولا لأ؟ نعم. أنا ذكرنا شيخنا حضرتك في لقاء سابق، نعم، لما حضرتك تكلمت عن مسألة القيام بأوامر الله تبارك وتعالى والفرح بالله وتنفيذ أوامره، قلنا أن المرء ينبغي أن يعمل بأوامر الله باعتبار أنها قد نزلت من حبيبه. نعم. وحبيب حبيبي حبيبي. نعم. لنا أخونا حد جميل قوي ربنا يبارك فيه، الشيخ رامي مناع، ما شاء الله، كان بيكلمني في مرة عن الصيام، كانت السنة اللي فاتت الدنيا حر جدا، ما شاء الله، تحياتنا للشيخ رامي مناع، الله يبارك فيه، والوادي ابنه ربنا يبارك فيه يا رب، الله يبارك فيه. الشيخ بيقول لي إن الدنيا كانت حر قوي والواحد تعب جدا، بس أنا بقول يا رب أنا تعبان بس أنت ترضى. الله. فكانت لمحة جميلة قوي، بس أنت ترضى. أيوه. اللي هو يعني لما واحد يحب حد، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، لما واحد يحب حد قوي بيتخير محبة لينفذها. جميل. علشان يثبت له أنه بيحبه. نعم. فكذلك ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، إن تلقى المرء أوامر ربه بحب، أيوة، فرح بأنه قد وفق لتنفيذ أوامر حبيبه. جميل. فليس كل أحد يوفق. جميل. وليس كل أحد يأتي بالأمر، فإنما هو محض فضل وتوفيق من الله تبارك وتعالى. صحيح. فالفرحة أن أعانه الله، أن وفقه الله، أن اختاره الله سبحانه وبحمده من وسط عباده هؤلاء، ووفقه لأن يأتي بأمر يحبه. طيب أنتقل لأخي الحبيب الشيخ سامح في الجزئية دي، يعني عايزك برضو تتوسع معنا فيها قبل ما ندخل في الكلام عن اليتيم. متى يشعر العبد في خطواته مع الله عز وجل وهو يأتمر بأوامره يشعر بالأنس ويشعر بالفرح؟ الكلام ده بيجي بعد قد إيه؟ يعني الكلام ده ممكن يجي بعد ساعة، يجي بعد يوم، يجي بعد شهر، يجي بعد سنة؟ يعني أنا أعلم أنك مررت بهذه الخطوات مع الله عز وجل، أحسبك على خير، لكن عرف السادة المشاهدين عشان نشوقهم ونحببهم في الله تعالى، الكلام ده، الإحساس ده بالفرح والسرور ده بيجي بعد قد إيه؟ جزاك الله خيرا. أولا أنا حاسس أن أنا صغير وضع بين الكبار، فأنا بس هتكلم في حاجة بسيطة. أنت كبير إن شاء الله. الله يكرمك، جزاك الله خيرا يا سيدي. عن حضرتك بتتكلم عن إمتى الواحد بيشعر بالسعادة؟ في الطاعة، في مرحلة قربه من الله. إمتى؟ بعد تأتي بعد صبر وصدق وإخلاص في النية مع الله عز وجل. الله. يعني لما سيدنا سفيان الثوري يقول عالجت قيام الليل سنة، نعم، وتمتعت به 20 أخرى، ما شاء الله. شوف بقى قامة سيدنا سفيان الثوري عليه رحمة الله عاملة إزاي. أيوة. ورغم كده يقول سنة، سبحان فما الله. بالك بقى بقلوب المسلمين أمثالنا. أسأل الله أن يغفر لنا يا رب. آمين. كذلك في موضوع الحلقة اللي بنتكلم فيه اليتيم والإحسان إلى اليتيم. ويكفي اليتيم عوضا أن حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم ولد يتيما. الله عليه الصلاة والسلام. صلي يكفيه عليه. عوضا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتيما. واليتيم قال أهل اللغة من مات أبوه دون بلوغه. نعم. لسه ما وصلش لسن البلوغ. فهذا هو اليتيم في بني البشر. بارك الله فيك. وأمرنا صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى اليتيم. فالإحسان إلى اليتيم والمحافظة عليه وعلى ماله، يعني هذا أيضا يجلب توفيق الله عز وجل. جميل. ويجلب السعادة للإنسان. نعم. والفلاح، ويجلب له طريق الخير، ويهيئ له سبل الوصول إلى الله عز وجل بالعبادة. أحسنت.
كرمك الله سيد. يعني إن مجرد السلام على اليتيم، إن مجرد كلمة مع يتيم صغير، إن مجرد التلطف معه لك بذلك أجر طبعا، لأنك أدخلت على قلبه السرور، الله تعالى يدخل على قلبك السرور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إن الله تعالى يسترك إذا سترت إخوانك، إن الله تعالى يكرمك إذا أكرمت إخوانك، إن الله عز وجل يتلطف بك إذا تلطفت بأحبابك وبأحباب الله تعالى، إن الله عز وجل ييسر أمرك إذا يسرت على عباده. يعني هؤلاء اليتامى الذي فقد والده أو فقد والدته، فقد ولي أمره، فقد سنده اللي بيحسسه بالأمان في هذه الدنيا، كان آخر الشهر بيروح يطلب من أبوه مصاريف الدروس، بيطلب من والده مصاريف الكورسات اللي هياخدها، بيطلب من والده مصاريف الجامعة أو الكلية اللي هو بيقدم فيها، بيطلب منه فلوس اللبس مثلا اللي هو عايز يشتريه، كان هذا الوالد يطعمه ويسقيه، يعني كان سبب من أسباب إطعامه شرابه مداواته، لما يتعب بياخده ويوديه لدكاترة ويجيب له علاج، بيتعطف عليه، بيسأل عليه، بيتحنن عليه. هذه المشاعر وهذه المسؤوليات وفقدها، والنهاردة ممكن تفاجأ ان مفيش حد بقى يسأل عليه. حين تسأل انت عنه، حين تشرح صدره بذلك، حين تدخل على قلبه السرور، الله يدخل على قلوبنا السرور بهذه الأعمال. ده قبل ما انت ما تحاول انك تحافظ على حقه، تحافظ على ماله. الله تعالى يقول ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. ولا يخفاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من اشد الناس حرصا بالترفق باليتامى وبادخال السرور عليهم وبمواساتهم. يعني طفل صغير جدا مات عصفوره، مش مات ابوه، مات عصفوره، فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحن له ويرق له ويهش له ويبش ويسأله يا أبا عمير، يكنيه بكنية الكبار ويقول له يا أبا عمير ماذا فعل النغير، وهو عصفور الصغير. طب هذا في من فقد عصفوره، فكيف بمن فقد أبوه؟ كيف تكون مواساته؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في باب المواساة يعني لليتامى، لمن مات أباءهم، في نماذج كبيرة جدا لعلي أفتح فيها النفس مع حضراتكم، لكن بعد أن أدعي الكلام لأخويا الحبيب الشيخ محمود بأنه يدخل بنا بقى في عمق قول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. تفضل بارك الله فيك. هو بس قبل أن ندخل إلى هذه النص بمسألة مال اليتيم، أيوة، يعني كفى باليتيم أو كفى بكافي لليتيم شرفا أن يسر الله له منزلة في الجنة لا يصل إليها أحد إلا بالعمل والكد، وقلما يستطيع أن يصل إليها أحد. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. ما شاء الله. ومن ذا الذي يستطيع أن يصل فيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم كهاتين في الجنة؟ نعم، يعني لا يستطيع أحد وإن قام عمره كله وتكسرت عظامه أن يبلغ شأو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدره، ولكنه عمل فيه كما حضرتك تفضلت بعد كبير جدا اجتماعي في الأمة. أيوة، ألا يترك اليتيم. نعم، أن يشجع الإسلام الناس على أن ينظروا إلى اليتيم طمعا في أن يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. حسن. ليس أن يدخلوا الجنة وفقط، بل ينظروا إلى درجة عالية في الجنة جدا، يدخل الجنة مع النبي، مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام. أما عن رقة النبي صلى الله عليه وسلم وحنانه باليتامى، يعني يحضرني الآن لما مات جعفر ابن أبي طالب في يوم مؤته. نعم،
وبلغ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. أخبر أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى بيت جعفر ودخل عليه، فلما استقبله ولداه عانقهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى، فعلمت زوجته حينها أن جعفر قد مات، رق لهما صلى الله عليه وسلم وحملهما وقبلهما وجلس معهما يواسيهما صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي رفقا ورحمة عليه الصلاة والسلام. أما عن مال اليتيم ورعاية الإسلام لمال اليتيم، فالأمر في ذلك قد نزلت فيه نصوص محكمات من القرآن والسنة، ووصى الله تبارك وتعالى عموم المسلمين وأولياء الأمور بحفظ مال اليتامى، ويعني أخبر ربنا سبحانه وتعالى أنه لو شاء سبحانه وتعالى بعدما قدر حماية لمال اليتامى أن يضيق في القيود حتى يتعب الناس. قال الله تبارك وتعالى في الآية التي تلوتها منذ قليل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم بأحكام تضبط المسألة. يعني إيه لأعنتكم؟ لأعنتكم يعني صارت من الأحكام فيها العنت، أي المشقة، صعوبة. نعم، إن الله عزيز حكيم، عز فحكم سبحانه وتعالى، ولكنه رفق بالأمة وترك كفالة أمر اليتيم وحياطة ماله لأولياء الأمور، وأعلمنا أنه عزيز حكيم فوق ذلك يرقب عمل كل عامل. طيب إحنا مش عايزين نصعب الحلقة، أنا عايز أبسط الحلقة أكتر من كده. أنتوا دعاء موفقين وما شاء الله مشاريع علماء إن شاء الله، فعايزين نبسط الكلام للغلابة اللي بيسمعونا دلوقتي، ناس طيبين اللي زي حالاتي كده. فيا أحباب، إزاي إن إحنا نفرح مع اليتامى دول وإحنا بنصون أموالهم؟ جاوبني بقى، بارك الله فيك. والله يا سيدنا، أولا يعني إن كان من المسألة فهو يعني نفرح نعمل إيه؟ نضيع فلوسهم؟ نفرح ناكل أموالهم؟ ها، نفرح ونزود أرصدتنا بأرصدتهم، ولا نفرح فنتقي الله تعالى فيهم ونواسيهم لله؟ نعم، لعل ذلك يكون رصيدا لنا يوم أن نلقى الله عز وجل. هو لا شك سيدنا أن أكل أموال اليتامى ليس فيه يعني إسعاد لهم، نعم، بل هو ولا شك يعني عندما يبلغ اليتيم يريد، إن كان له مال يريد أن يلقى ماله، أن يجده، ففي أكل أموال اليتامى تضييق عليهم. فنحن نفرح معهم أولا بإسعادهم أيوة في الحال والاستقبال. جميل، لا أسعده الآن وأهش له وأبش وأنا آكل ماله، فعندما يبلغ يقول إن الذي كفلني أكلني وأكل مال أبي وطمع فيه وأنا كنت صغير ما عرفش ولا عارف أصد ولا رد. صحيح، لا يعني الحفاظ على أموالهم، إن الله تبارك وتعالى حتى قال إيه، الله سبحانه وتعالى سمح بالأكل بالمعروف لمن كان فقيرا، أما إن كان غنيا فينبغي عليه أن يكثر المال، لا حتى أن يجمده، وأن يعني يستعفف عن هذا المال. نعم، يعني ما يقربش منه. نعم، يعني يتعفف بعيد عنه. وفي صورة أخرى شيخنا، الأكل يعني لتضييع مال اليتيم، نعم، إن هو يجمده، يكون مثلا جنيه والولد عنده سنة يسيبه له جنيه، بعد 20 سنة يلاقي الجنيه ده ولا يسوى حاجة كما هو، وكده قيمته ضاعت يعني. أيوة نعم. إنما بقى يعني شغل المال ابتغاء مرضات الله وابتغاء إن هو يسعد اليتيم عندما يكبر، وربنا سبحانه وتعالى هذه تجارة مع الله. تقصد يعني أن ينميه؟ لا، نعم، أن ينميه. طب لو ما يقدرش إن هو يتاجر بهذا المال ماذا يفعل؟ ما يقدرش يتاجر بهذا المال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يشوف حد يتاجر به. ما استطاع أن يجد أحد يعني أمين، أحد يستطيع أن ينمي فعلا ناجح، تمام، ويتحرى تمام التحري، يتحرى أكثر ما يتحرى لنفسه. أحسنت، لأنه أمين على هذا المال. جميل، فإن لم يجد فقد أعذر إلى ربه: يا رب أنا لم تكلفني إلا وسعي وهذا وسعي، والله تبارك وتعالى يتجاوز عما لم يقدر العبد عليه. نعم، والله المستعان. طيب شيخ سامح، شعور اليتم هذا
هل لاحظته في وجه أحد من الذين فقدوا أهليهم؟ مختلف يعني، يعني اللي عنده أب زي اللي ما عندوش، ولا الإحساس مختلف؟ اللي عنده أم زي اللي ما عندوش، ولا الإحساس مختلف؟ مختلف طبعا يا شيخ، مختلف طبعا، مختلف كتير جدا. هل رأيت هذا الاختلاف على بعض؟ وجربته. لا إله، أسأل الله أن يرحم أبوي. آمين. اللهم آمين. اللهم أمين يا رب العالمين. اليتم صعب. نعم صعب. نعم ولكن قد يعوض الله اليتيم في من يحن عليه. الله. كعم صالح أو كأخ صالح. نعم. أو حتى كجار صالح. صالح يعني من ممكن صالح يعني. أسأل الله أن يصلح أحوالنا. آمين يا رب. اليتم صعب يا شيخنا. اليتم صعب. أسأل الله أن يجبر خاطر كل يتيم في الأمة. آمين. اللهم آمين. يعني الدعوة دي أنا حاسسها أنها من جوه قلبك. صعبة. بعد أن يعني جاوبتني بهذه الكلمة المرة، كلمة وجربته. الحمد لله. فأن تجرب الشيء وتحاول أن تتحدث عنه بخلاف أنك أنت ما كنتش جربت. يعني لو واحد مثلا راح البيت الحرام ودخل إلى الكعبة، يا رب احملنا يا رب، واعتمر ببيت الله عز وجل وطاف حول الكعبة، ده لما يجي يتكلم عن الكعبة يتكلم إزاي؟ هل لو جبنا واحد ما شافش الكعبة ولا راح الكعبة خالص، ولا دخل البيت الحرام ولا عمل عمرة ولا طاف حوالين البيت الحرام ولا لمس مقبل الحجر، هل ده يتكلم زي ده؟ نفس طبعا. الإحساس؟ الجواب لا، مش ممكن. واحد حج هيتكلم عن الحج زي واحد تاني ما حجش ولا ذاق مشاعر الحج؟ مش ممكن أبدا. وكذلك في اليتم، حين تذوق مرارة اليتم تشعر بهذا الإحساس الصعب وبهذه المسؤولية أيضا تجاه هؤلاء اليتامى، إن ربما النهاردة يعني وإن جرب أحدنا هذا اليتم في مرحلة من مراحل حياته، لكنك كبرت أو وجدت من يساندك، يساندك معنويا، يساندك عاطفيا، يساندك ماديا أو غير ذلك، فماذا للصغار الذين جربوا هذا الإحساس ولم يجدوا حولهم من يساندهم؟ ماذا نقول لهؤلاء؟ هو بمناسبة بقى أن احنا العيد والفرح والكلام. أيوة. ده يعني أوصي نفسي وإخواني يعني مع فرحهم يفرحوا اليتامى. جميل، بارك يعني الله فيك. يعني أن يستحضر كل واحد يعني قدر ما استطاع يتيما قريبا منه ويسعى جاهدا السناد أن هو يفرحه فرحة حلوة لله. أحسنت، بارك الله سبحانه وتعالى. لأن زي ما فضلت الشيخ سامح تفضل، اليتم صعب. نعم. وأن يفقد الطفل أباه أو أمه فيجد غيره ينادي عليهما وهو لا يستطيع أن ينادي. نعم. هذه مسألة لا يقدرها إلا من خبرها. صحيح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. آمين. وأن يجبر قلب كل يتيم وأن يؤنسه به سبحانه وبحمده. نعم. فيعني إن كان من وصية في العيد مع الفرحة فرحوا الغير، يعني يعمل عيدية مثلا اليتامى زي ما بيعمل عيدية لأولاده، يعمل عيدية ياخدهم، ياخد اليتيم يلعبوا مع أولاده، يخرج به إذا كان هيخرج. جميل. مش هيخرج عشان كورونا، يلعبوا في البيت. يعني المسألة واسعة، يجيب لهم شوية هدايا والفرح عليهم، يعمل حسابهم مثلا في لبس جديد زي لبس أولاده ولا بالزبط. حاجة بالزبط. أو يوسع عليهم في النفقة. نعم. بمثابة الكفالة لهم، يديله مثلا 1000 جنيه 2000 جنيه. نعم. يشتري بهم ما يحلو له وما يريده. نعم. عايز يجيب لعب، عايز يشتري لنفسه حاجة، عايز يسدد دين عن نفسه، عايز يجيب هدوم جديدة ليه، عايز يدفع مصاريف ما دفعهاش. فيا حبذا لو أننا يعني ساهمنا بمساعدة اليتامى والتوسعة عليهم. واسمحوا لي أن أكلم أغنياء الأمة الذين يسمعوننا في هذه الأوقات، والمباركين الذين وسع الله تعالى عليهم بالحلال. أسأل الله عز وجل أن يوسع علينا وعليكم بالحلال المبارك. آمين. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك. آمين. يا كريم. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من وسع الله تعالى عليك وعندك مال، تصدق من مالك وأكثر، ولا تنسى الفقراء والمساكين واليتامى المحتاجين.
ونصيحة من أخ صغير لك يا حبيب، إذا وزعت صدقتك أو زكاة مالك فلا تضيق على الفقراء وعلى اليتامى. يعني النهاردة مثلا لو زكاة مال حضرتك 10,000 جنيه، دي زكاة مالك أنت، وهذا حق الله في مالك. يعني افترضنا دلوقتي واحد مثلا عنده 500,000 جنيه، 500,000 جنيه ده زكاة ماله قد إيه؟ يبقى 12,500. هذا حق الله في هذا المال، 500,000 جنيه دول. واحد عنده 1,000,000 جنيه، يبقى الزكاة على 1,000,000 جنيه قد إيه؟ 25,000 جنيه. هذا حق الله، ده زكاة مالك، بخلاف الصدقات اللي انت هتطلعها. ما تطلعش المال ده 50 جنيه 50 جنيه على الفقراء، ما تطلعوش 100 جنيه على الفقراء وتقول ده أصلاً ده أنا كده أوزع على 100 واحد 100 جنيه يبقى كده 10,000 جنيه. لا، وإنما أعطي هذا المال لفقيرين، ادي لكل فقير 10,000 جنيه يبقى جزاك الله خيرا. أعطيه لفقير واحد ادي له 20,000 جنيه مرة واحدة، ادي له 25,000 جنيه مرة واحدة، فتوسع به بهذا المال على اليتيم ده أو على هذا الفقير أو على هذه الأرملة أو على هذا المسكين أو المسكينة، ويكون هذا في ميزان حسناتك يوم تلقى الله عز وجل. الفقرة الربط تنتهي وإحنا لسه في خطوة اليتيم والوصية باليتيم للوصول إلى تقوى الله عز وجل. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. إيه العلاقة بين الوفاء هنا والكيل والميزان والكلام قبلها على طول، الخطوة اللي قبلها في العناية باليتامى، إيه العلاقة؟ هي الخطوة اللي قبلها واللي بعدها يا شيخ. نعم، وأوفوا الكيل والميزان الميزان، لأنها ننتقل بعدها على طول، وإذا قلتم فاعدلوا فاعدلوا ولو كان ذا قربى. طيب برضو يعني إيه؟ فهمني. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. أيوة، أن لكل شيء في الشرع ميزان. جميل. الله تبارك وتعالى، حتى أن بعض العلماء، علماء الفيزياء النووية، كنت جالست أستاذ دكتور في الفيزياء النووية ما شاء الله، فأخذ كلمة الميزان بمعنى يعني بعيد تماما عن ذهني أنا، لكنه سبحان الله معنى جميل جدا. تكلم عن مسألة التلوث البيئي والإشعاعات والكلام ده، قال أن الله تبارك وتعالى قال في سورة الرحمن: والسماء وضعها والسماء رفعها ووضع الميزان. ووضع الميزان. نعم. قال في حاجة اسمها الميزان البيئي يا أخوانا. الله، الله أكبر. الناس بتسرف في المحروقات، تسرف في التلوث. جميل. فالميزان اختل. أن لكل شيء ميزان. ميزان. فالتعامل مع اليتيم له ميزان. أحسنت. والتعامل في البيع والشراء والتعامل الخلق مع بعضهم مع بعض له ميزان. أحسنت. وكلمة الحق ولو على القريب لها ميزان، وإذا قلتم فاعدلوا. نعم. ولو كان ذا قرب، ولو كان ذا قرب. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، ولكن الله تبارك وتعالى خفف على خلقه وعلى أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا نكلف نفسا إلا وسعها. يعني يا شيخنا، من اجتهد ليحقق أن يوفي بالكيل والميزان، وكانت نيته منعقدة منصرفة على أن يوفي كما يحب الله ويرضى، وبعدين يعني بغير قصد قصر أيوة، فإن الله تبارك وتعالى يعفو عنه. نعم، الله تبارك وتعالى عفو حليم كريم لطيف سبحانه جل جلاله. فإن كان من علاقة في مسألة الكلام عن مال اليتيم ثم عن الكيل والميزان، فهو يعني تعامل مع اليتيم بعدل وبميزان، وأنصفه. نعم. وحافظ على حقه. نعم. ولا تخرج عن الميزان في الوفاء له. نعم. وإنك إذا رعيت ذلك وكان عندك أي تقصير فالله تعالى يعفو عنك إذا رأى منك صدقا. نعم. ويتجاوز سبحانه وتعالى. ربنا يرضى عنك ويتقبل منا ومنك صالح. آمين. الأعمال. آمين. كلام. آمين. طيب وموفقين ومسددين ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. الشيخ سامح، احنا نسينا الآيات دي يا عم، ذكرنا بهذه الآيات مرة أخرى بارك الله تعالى فيك قبل أن تنتهي هذه الفقرة، ولا تبخل علينا فأنت كريم. طيب، الوصايا قرأنا آياتها في أول الفقرة. أيوة. أنا ممكن بقى أذكرك بحاجة حضرتك بتحبها جدا. ربنا يحبك. هي سورة الضحى. الله. التي فيها مواساة للنبي. نعم. فكم من مرة عن حضرتك
قلت لي اقرأها علي حتى في الصلاة. نعم جزاك الله. كنت تقول لي اقرأ والضحى. جزاك الله خير. فأنا حابب أقرأ عليك الضحى. ربنا يحبك. الله يكرمك. الله يكرمك شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ما شاء الله. اللهم بارك. اللهم أمين. الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ما ودعك ربك وما قلى بعد أن أقسم الله جل جلاله له بالضحى الله والليل إذا سجى قال له ما ودعك ربك وما قلى. لما قال أهل الشرك إن صاحبه قد قلاه يعني إن جبريل قد هجره إن الملك الذي ينزل بالوحي من ربه قد هجره ونسيه قال الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا فيه إيناس لكل يتيم فيه هذه الخصلة من سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنت يتيما فالله تعالى يؤنسك ويقول لك يا حبيب ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى اطمئن ولسوف يعطيك ربك فترضى. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من بركاته ومن خيراته ومن فيوضاته. الحياة الفقرة فاتت بنا بسرعة وأنا أتقدم لكم بالشكر وأشكر الله عز وجل أن جمعني بكم على محبته وطاعته. جزاك الله خير. نورتونا وشرفتونا وأنستونا وسمحونا على التقصير. ربنا يرضى عنك ويرفع قدرك. جزاكم الله خير. الله تقبل الله منا ومنك يا دكتور. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الحمد لله. اسمحوا لي في ختام هذه الفقرة أن أشكر حبيبي أخوي الحبيب الشيخ الدكتور محمود عزت نفع الله به ومتع الله المسلمين به ورفع الله قدره. واسمحوا لي في ختام هذه الفقرة أيضا أن أشكر أخوي الحبيب الشيخ سامح صالح صاحب الصوت الجميل الذي أسأل الله عز وجل أن يتقبله في الصالحين وأن يصلح به وأن يمتع المسلمين به. اللهم أمين يا رب العالمين. أحبكم في الله. أوعى تروحوا في أي حتة. هناخد فاصل قصير ونرجع لكم تاني إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.